ولا اعمل لك ايه على الغدا النهارده؟ ده خلاص مش سؤال، اي حاجه يوم. اي حاجه مش تفرق. كل مره كده ما باخدش منكم عقد نافع. ما تقوم يا حلوه مش شايف الاكل بيتحط. يلا ايوه بقى. ايه ده؟ ايه الحاجه ده؟ عيش وجبنه وبطاطس. انا جاي في النهارده يبقى لمون متغدى بقى. تستم ايزي كمان من قبل زمان. على مين يا صعب ده؟ انا كل قلبي قدي الحياة، عاش اللي عاش واللي ما جاش رمى الورا. مشتاق لايف قام سحب لي بالورق سرقتهم منين دول؟ يلا هو انتوا في ايه يا جدعان؟ شايفيني غلط ليه؟ سرقت ايه؟ امال انت بس بتوقف لي اللايف ليه؟ يا عم حضرتك عارفه ان خمس اكونتات عملناهم وكلهم اخدوا حظ ولحد دلوقتي عاملين نعمل اكونتات جديده عشان نحاول عشان نكمل الحمله باذن الله. ومفروض الايفونات دي انا جايبها وعاملها باذن الله. كل ما نجمع مليون واحد هيكسب ايفون، جمعنا مليون تاني تاني هيكسب ايفون وكده. ومفروض الورق ده كله كل الناس المطبوعه دي اللي بعتت لنا صور بتاعت الريسيتات اللي هي اللي اتبرعوا بيها. ومفروض احنا نختار بسرعه شويه مع كل مليون باذن الله. لا واحدة واحدة عليا كده وفهمني بقى ايه حوار المسابقة والايفونات دي. بص يا حاجة بإذن الله كل واحد هيتبرع الايجار مع الرقم بتاع الفور اللي هو 9003 ان شاء الله هيكون دخل معانا السحب. مجرد ان هو يصور الوصف ويبعته على الرقم اللي انا هبقى في الاستوري على طول هو كده دخل معانا السحب. وبإذن الله مع كل مليون نجمعها هنختار واحد عشوائي. صح يا صلاة النبي انا متبرع انا بسم الله مش هقول اكتر من 15 مرة. مش عايز اقول عشان الثواب انا كده كسبت. مستنيه ايه يا حاجة؟ اطلعي بسرعة صوريهم وبعتيها على الرقم اللي انا سايبه في الاستوري على الانستجرام. انت كده ان شاء الله كسبانة كسبانة معاك كتير. الله اكبر. ابعتوا لنا كلهم ايفونات وثواب. والله شكلك يا ولا نايم هتاخدهم كلهم. ولا امسك السلم عدل هدي لك تليفون هتسيبه زي كل مره وهتقلب هديك بيه الجزمه. لا حضرتك ما تقلقش يا حاج انا ماسك السلم كويس اهو. ادرك يا دي النيله. طب انا انزل ازاي؟ انا اصلا متعلق. ولا روح شوف لي كشافه ولا شمع ولا اي حاجه. الحمد لله النور جه. طب الحمد لله انه جه. الحقني بقى عشان انا خلاص على اخري. ابدل يلا يا حاج المره دي مختلفه بقى. بدل ما ده صوت اللعبه. انت بتضحك عليا المره فاتت دي صوت الكلب ده شكل قرش بصوت اسد. انت عبيط. قوم هي اللعبه بقى. ايش عرفنا العب يا حبيبي. تبقى اخدت التفاهه بتاعتك دي. ربنا يستر. حطيتني هديك انت وهو بالجزمه. طب ايه السؤال بقى يا عم؟ غلط. اظن بقى يا عم المره اللي فاتت حضرتك حطيتها بتضربني دلوقتي حطيتها بتضربني برضه. فاهم انا المره دي اتخضيت برضه. في حاجه؟ انا لا ولا حاجه يا ابو الحاج. انت طول ما بتضرب عندي انا غلطان. انا جاي اضرب معاك حاجه. السبايدر مان ضرب الدنيا يا جدعان. عرضنا من غير حدود بسبايدر العنكبوت. يا نهار اسود عنكبوت كبير يخرب بيتك. يا نهار اسود يعني هبقى صغير. ما مش صغير ما هقدر فيها يا ماما. انا ركزت في البحر وانت اللي تلف زيله. كنت بتهبي بيه؟ هكون بسرقنا يعني يا امي. كنت بصور دعايه. كنت بصور دعايه يا حبيبتي لفيلم بتاع سبايدر مان لسه نازل عشان قلت هناك كل الناس هتكتب كومنتات على الفيديو هناك هختار منهم واحد عشوائي هو اللي هيكسب ايفون. قول كده. طب واكيد طبعا هكسب امك يا قلب امك صح؟ اه جينا للوصايه بقى. خش امي روح على الفيديو هناك اكتب اي كومنت وباذن الله هختار عشوائي ولو كسبت هبقى اديهولك. انا قلت حتى وهو عنكبوت قليل ادب. تعالى بقى عشان هبيدك دلوقتي. تعملي ايه؟ والله اطبقك. ايه ده؟ هو الاذان قدت؟ بت انت صليت العيد؟ صباح الفل. انت لسه صاحي؟ لسه صاحي؟ يعني رحت صليت ومحدش صحاني؟ يا شاكر مالك انت ما تعرفش ايه اللي حصل؟ ده احنا صلينا العيد وقرايبنا كلهم خلالنا وعملنا وكل اللي في العيله جم وكل العيله اخذت عيديات والحمد لله ولقيتهم بيوزعوا ايفونات على كل واحد فينا شقط ايفون بعد صلاه العيد وهم بيحدفوا البلالين ولقينا جمال تامر حسني واحمد عز واحمد السقا كانوا بيصلوا مع بعض وصورنا معاهم كلهم. ايوه ما ناقص بقى تقولي ان محمد صلاح راح ينزل يعيد مع اهله هنا في مصر ونزل من انجلترا راح لاقيكم بمره وسلم عليكم. ها مش اللي حصل؟ انت عرفت منين ده؟ انت لسه صاحي ده وزع تيشيرتات وما ضلنا عليها كمان. الناس بتحب البنت السفله العصبيه الثعلبه. هقتلها انا الاول. بقول لك شرفي عرضي. بقول لك ايه هتسيبني؟ ما انت اللي مدخل نبت البيت. خليها هي حاجه قاعده تغني لي هنا ولا الدنيا تضرب ايه من جوه؟ وش يعني النهارده المفروض واقفه تتروق كلها في العيد ومش اي حاجه تروقي؟ قومي يا ستي تروقي معايا. لا احنا لسه فطرانين ومش قادر اقوم اروق حاجه ومش هروق حاجه بس واللي عندكم اعملوه بقى. طب قوم يا بنت الحلال واستهدي بالله بدل ما هقوم ارزعك علقه من بتوع زمان فاكراهم؟ مش عايز تقوم عشان هتخرج مع اصحابها كمان شويه. وبعدين يا حاج مش حاسك. والله هقوم ما بعملش زعرها دلوقتي. ما تعصبنيش. مش هو ده بابا اللي انا عارفه. ما بس يالا قسما بالله لو قمتي وادي الشقه دلوقتي هديكي بالجزمه.
كلام. طب وصوا علي بقى كده. ما فيش فلوس على هوا، ما فيش فلوس على قولي. بابا انا عايز عيدية. قلب بابا حبيب قلبي، ده انت هتعيد عليك من هنا للسنة. لا مش كفاية دول، ثانية واحدة. عايزك بقى تنزل تجيب لبس العيد مع ماما. لا ثواني دول مش هيكفوا برضه. بص يا يلا ببركتهم كده كل سنة وانت طيب يا قلبي بابا. ماما دولار. بابا بعد اذن حضرتك بس هي سؤال واحد، هو حضرتك ماسك عليك زلة؟ ايه ده؟ الخميس 29 غوليوس؟